سياسيون ومفكرون عرب وعالميون يشكلون هيئة دولية لمناصرة الشيخ الثمانيني راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة، وقد مضى على اعتقاله أكثر من عام في سجون الرئيس المنقلب على الشرعية قيس سعيد. بيان هيئة المناصرة صرح أنه من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية وسعيا لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمؤازرته. البيان أوضح أن الهيئة تضع على رأس أهدافها ومطالبها مناصرة الغنوشي والتعريف بإسهاماته كرائد من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم، وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية. الهيئة دعت أيضاً إلى الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسياً وإعلامياً من طرف السلطة وأذرعها. ندعو الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي واحترام المواثيق والقوانين الدولية. البيان ذكر بأنه تمت مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته بقوات أمنية في 27 من رمضان الماضي دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل، واقتياده لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أخضع لتحقيق مهين مطول. أخضع الغنوشي لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات بما يعادل 110 ساعات بغرض استنزافه بدنيا ونفسيا عبر تلفيق قضايا مفتعلة وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنته وتشويه سمعته هو وأفراد أسرته. البيان أشار إلى أن كل الإجراءات التعسفية دفعت بالغنوشي إلى مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية واعتبار اعتقاله سياسيا بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي. البيان وقعه عدد من الشخصيات السياسية والعلمية الرسمية والشعبية العربية والأجنبية، في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان التركي السابق مصطفى شنطوب ورئيس الحكومة المغربية السابقان عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني وطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق ومانديلا مانديلا نائب ببرلمان جنوب إفريقيا وحفيد الرئيس نيلسون مانديلا وغيرهم من الشخصيات.